مساء الخير، مساء الخير فل. واخيرا نحن هون. واخيرا. اوكي. جورج كثير مهم بالارقام وكثير مهم 1-1 و10-10 و11-11. اليوم ما ظبطت معه بال10 وال11، ظبطت معه انه اليوم بصير انه سنتين بكندا. بالضبط. سنتين بالضبط. انا بتشكر حضوركم الكل. اول شيء اليوم عندنا 2 اشخاص شباب وبنات بدهم يجوا يسمونا صوتهم كثير حلو، وهو البروجرام اللي اسمه عرب ايميلينج ستار. والبروجرام اللي كمان هو اللي عندنا تكريم لاشخاص كثير اجتهدوا وتعبوا ببلد الاغتراب بكندا. حب جورج شوي انه يعطيهم جست كثير صغير من اللي هو اللي هم بيستاهلوه. اكيد اكيد. في شغله نحن بنسعى على طول انه ننسى انه في مين اسس لنا بكندا. انا اليوم حبيت اجمع جيلين يا ثلاثه، الجيل اللي اسس بكندا والجيل اللي عم بياسس هلا بكندا. يعني هلا اليوم بقول انه هو لقاء اجيال الاغتراب العرب في كندا. يا اهلا وسهلا فيكم، برحب بضيوفي، رح نكون معكم كمان. خلونا نفرجيكم برنامج نجم المغتربين العرب لاول مره في عالم الاغتراب. تفضلوا. وانا وانت نور العين، انا وحوزك نبجسدي.
ستك وسيك يا نيمي عليك يا عليك وسيك وسيك يا شاغل عيني طب أحكي له علي بيا واللي قسيته في الليل أحكي له علي بيا واللي قسيته في الليل كل عمر بيا الله معك يا الله بك عشتني كلها أكثر على مسله انت صرت راضي الله معك يا الله بك عشتني كلها أكثر على مسله انت صرت راضي هاي كيفك ثانك يو اليوم بدي اعرفكم على رنا خالي رنا كانت بمس شو مس يونيفرس كندا ام ا فاينل كونتستنت يعني بتعرفوا البروجرامنا مين جبنا نحن عندنا الانجل رايا ومعنا الانجل رنا ان شاء الله هيك ان شاء الله يكون عجبكم البروجرام الاصوات والهيك بس بدي اسمع صوتي اذا عجبكم ولا لا Yeah, okay. أول شيء بدي أقول إنه seriously عن جد tonight was so far very amazing ولسه ما انتهت. تاني شيء بقول له great working with you عن جد great working with you George Mears a seriously a pleasure. حبيبي ماريو معنا تفضل المايك معك ماريو. اكيد انا ما عندي شيء اقوله اكثر من انه ميرسي كثير للبروجرام الحلو ان شاء الله يكون عجبكم هيدي بس مرحله اولى نعرف فيها على المشتركين وتسمعوا اصواتكم واصواتهم وتعرفوا انه البروجرام جدي عن جد مش بس مزحه او بس كلمه بتتم وان شاء الله لقدام وعمليه التصويت رح بتصير على الانترنت رح يفسر لكم جورج وان شاء الله بتنبسطوا معنا